السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالباتي حبيباتي طالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في مادة الشرعية. وكما تعودنا حبيباتي قبل أن نبدأ بشرح الدرس اليوم، ينبغي علينا أن نعرف القيمة الشهرية وهي الابتكار، والقيمة الأسبوعية وهي أهمية العلم. واليوم حبيباتي نستكمل دروسنا من خلال التعليم عن بعد للأسبوع الثاني لمادة التربية الإسلامية في المجال الثاني وهو الحديث الشريف. ودرسنا اليوم حبيباتي بعنوان التراحم بين المسلمين الجزء الأول، وهذا الحديث حبيباتي حفظ. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف على أهداف درسنا اليوم. فالهدف الأول أن تقرأ الطالبة الحديث الشريف قراءة صحيحة. أما الهدف الثاني حبيباتي هو أن تترجم الطالبة راوي الحديث. والآن حبيباتي على كل طالبة أن تقوم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 30، وذلك لكي نتعرف معا على التهيئة. التحق فهد بصف خالد وفاتته دروس لم يفهمها، وطلب فهد من خالد يوضح له بعض تلك الدروس، فرفض خالد بدعوى انشغاله بدروسه فهي أولى. السؤال الأول حبيباتي، ما رأيك في موقف خالد؟ هل التصرف صحيح أم غير صحيح؟ أحسنتم، غير صحيح. ماذا تفعلين لو كنت مكان خالد؟ أحسنتم حبيباتي، أساعد فهد في فهم دروسه. والآن بعد أن انتهينا من أسئلة التهيئة، ننتقل إلى الهدف الأول من أهداف الدرس، وهو أن تقرأ الطالبة الحديث الشريف قراءة صحيحة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والآن حبيباتي هيا بنا لكي ننتقل إلى الهدف الثاني، وهو أن تترجم الطالبة راوي الحديث الشريف. وراوي الحديث الشريف حبيباتي هو عبد الله بن عمر. من هو عبد الله بن عمر حبيباتي؟ أحسنتم، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه. ولادته، ولد بعد البعثة بعامين اثنين. إسلامه حبيباتي، أسلم مع أبيه وهو صغير. فضله، كان يتصف بالتقوى وخشية الله، وهو ما يسمى الورع، وكان زاهدا ليس لديه حرص على الدنيا، ولكنه كان أيضا كريما بما لديه. علمه، كان أحد الفقهاء الذين تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك روى كثيرا من الأحاديث. والآن حبيباتي على كل طالبة أن تتجه إلى مصدر التعلم صفحة 35 وتقوم بالإجابة على رقم ثانيا بمفردها. والآن حبيباتي بعد أن تناولنا قراءة الحديث الشريف، ينبغي على كل طالبة أن تقوم بترديد الحديث الشريف وحفظه حفظا متقنا.